مشاهدينا مشاهدي طقس العرب، أسعد الله أوقاتكم كل الخير. عدنا لكم في نشرة جوية جديدة للحديث عن آخر تطورات العاصفة جناء الثلجية المرتقبة، والتي من المتوقع أن تؤثر على أجزاء واسع من بلاد الشام ومن ضمنها الأردن. تشير آخر نتائج تحليل نماذج التنبؤات الجوية الحاسوبية إلى أن العاصفة القادمة ربما تعتبر هي الأقوى منذ عدة سنوات. سبب هذه تشكل هذه العاصفة نريد أن نشرحه بشكل علمي وسريع، هو اندفاع كتلة هوائية قطبية عبر الأراضي السيبيرية. وصلت هذه الكتلة القطبية إلى الأراضي التركية اليوم، المتوقع أن تستمر بالحركة باتجاه الجنوب خلال 24 ساعة القادمة لتصل إلى منطقة الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، وتعمل على تشكل منخفض جوي قوي وعميق ليؤثر على المملكة مع ساعات مساء الأربعاء ويوم الخميس والجمعة بإذن الله تعالى. نظرة أخرى على التوقعات المتوقعة اليوم الأربعاء، يوم الأربعاء كما ذكرنا سيتشكل المنخفض الجوي في هذه المناطق، أيضا هناك جبهة هوائية مقابل السواحل الفلسطينية والسورية. هناك يوم الأربعاء توقعات بهطول بعض الأمطار، زخات متفرقة من الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى، ربما تترافق هذه الأمطار بزخات من البرد. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة يوم الخميس، تبدأ الهطولات بإذن الله تعالى صباح الخميس على شكل أمطار مخلوطة بالثلوج فوق الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة، سرعان ما تتحول هذه الأمطار لتصبح على شكل ثلوج فوق المرتفعات الجبلية. خلال ساعات الخميس بشكل تدريجي تعبر هذه الجبهة الهوائية خلال ساعات يوم الخميس كما ذكرنا، لتؤثر على أجزاء واسعة من المملكة مع ساعات ليلة الخميس الجمعة. طبعا ستكون الهطولات خاصة مع ساعات مساء الخميس وليلة الخميس الجمعة، تساقط الثلوج سيكون كثيف ورعدي على نحو غير اعتيادي في بعض الفترات، خاصة بعيد منتصف ليلة الخميس الجمعة، وستشمل الثلوج أجزاء واسعة من المملكة باستثناء مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. طبعا ستتحرك هذه الجبهة الهوائية يوم الجمعة، ستتحرك هذه الجبهة الهوائية لتؤثر على مناطق العراق وشمال السعودية بهطولات ثلجية أيضا، في حين أيضا من المرجح تشكل جبهة هوائية جديدة قوية تؤثر على المملكة مع ساعات عصر يوم الجمعة، وتندفع مباشرة باتجاه المملكة، تؤثر بشكل تدريجي على الأجزاء الشمالية ثم الوسطى ثم الجنوبية. لا يستبعد أن تكون المناطق الجنوبية ليلة الجمعة السبت تحت تأثير موجة قوية جدا من الثلوج، والتي قد تسبب تراكمات كبيرة جدا خاصة فوق سلسلة جبال الشراء. لو نظرنا على توقعات الأمطار والثلوج بنظرة عامة، نظرة سريعة على توقعات الأمطار والثلوج، نرى أن معظم مناطق بلاد الشام والأردن بالإضافة إلى العراق وشمال السعودية ستكون تحت موجة قوية من الأمطار. الثلوج تغطي أجزاء كبيرة من سوريا ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من المرتفعات الجبلية في الأردن. أيضا هناك تواجد لتساقط الثلوج بكثافة في مناطق شمال السعودية، نتحدث أيضا عن منطقة تبوك التي ربما تشهد هبوب لعاصفة ثلجية مع ساعات مساء الجمعة. كنا يوم الأمس قد قارنا ما بين قوة العاصفة جنا والعاصفة هدى التي أثرت على المملكة مطلع العام الحالي. ذكرنا أن العاصفة جنا هي أقوى من العاصفة هدى، في حين اليوم سنكون مقارنة سريعة ما بين ما حصل في عاصفة أليكسا المشهورة بالإضافة إلى عاصفة جنا المتوقعة. نبدأ من حيث مدة تأثير العاصفة، كانت العاصفة أليكسا مدة تأثيرها 3 أيام فقط، في حين أيضا العاصفة القادمة عاصفة جنا نفس المدة الزمنية تقريبا، ونتحدث عن 3 أيام. عدد ساعات الهطول كانت في العاصفة أليكسا 36 ساعة، لكن عانينا خاصة في المنطقة الوسطى والعاصمة عمان من تقطعات في هذه الهطولات، في حين من المتوقع بإذن الله تعالى أن تكون العاصفة جنا تحمل 36 ساعة من الهطول الذي سيكون في أغلبه متواصل بإذن الله تعالى. سرعة هبات الرياح في العاصفة جنا متوقع أن تكون أقل من سرعة الهبات في العاصفة أليكسا، بلغت في العاصفة أليكسا 110 كيلو متر في الساعة كهبات، في حين يتوقع أن تكون العاصفة جنا أقل نوعا ما لتسجل فقط 90 كيلو متر في الساعة. التراكم بالنسبة للعاصمة عمان بلغ في أجزاء من العاصمة عمان أكثر من نصف متر في العاصفة أليكسا، وهو ما سيحصل تماما بإذن الله تعالى في العاصفة جنا، حيث من المتوقع أن تكون التراكمات أيضا أكثر من نصف متر في العاصفة عمان. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جبال الشراب ستصل إلى ناقص 3 درجات مئوية، وهي تقريبا مقاربة لما حصل في العاصفة أليكسا حيث كانت ناقص 4 درجات مئوية. كميات الهطول المتوقعة في عاصفة جنا هي 200 مليمتر، في حين كانت تقريبا الكمية مشابهة في العاصفة أليكسا. نصل إلى ملخص لهذه المقارنة، أن العاصفة جنا نوعا ما هي قريبة من توقعات العاصفة أليكسا. ربما ما يميز العاصفة جنا عن العاصفة أليكسا هو استمرار هطول الأمطار والثلوج بإذن الله تعالى
بشكل متواصل كما ذكرنا خلال 36 ساعة القادمة. العاصفة جنة تحمل جبهتين هوائيتين رئيسيتين، الأولى مع ساعات مساء الخميس، طبعا الهطولات الثلجية تبدأ يوم الخميس مع ساعات النهار، تتحول بشكل تدريجي وتشتد خلال ساعات الظهر والعصر، لكن مع ساعات مساء الخميس الجمعة هناك هبوب لعاصفة ثلجية قوية وتوقعات بتساقطات كثيفة للثلوج فوق أغلب مناطق المملكة باستثناء مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. الجبهة الثانية ستؤثر إن شاء الله ليلة الجمعة السبت وهي بنفس القوة وتتركز ربما بشكل أكبر في المنطقة الجنوبية. تحذيرات سريعة لفترة العاصفة، طبعا ستكون بتحذيرات بإضافتها تباعا إن شاء الله مع قربنا للعاصفة المتوقعة كما ذكرنا يوم الخميس. هناك تحذير أساسي من خطر تراكم الثلوج وإغلاق الطرقات اعتبارا من ساعات عصر ومساء الخميس، أيضا تحذير من خطر سرعة الرياح التي قد تتجاوز سرعة هباتها كما ذكرنا 80 كيلومتر في الساعة، أيضا هناك خطر من تدني مدى الرؤية الأفقية كنتيجة لكثافة الهطولات المتوقعة خاصة كما ذكرنا مع عبور الجبهة الهوائية الأولى المتوقعة مع ساعات مساء وليلة الخميس الجمعة. أيضا هناك خطر الانزلاقات في العديد من طرقات المملكة كنتيجة لتوقع تساقط الثلوج، هناك خطر من تشكل السيول فوق المناطق المنخفضة خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت كنتيجة لغزارة الأمطار المتوقعة، بالإضافة إلى خطر تشكل الانجماد على الطرقات حيث من المتوقع أن تضرب المملكة موجة من الصقيع القوية مع ساعات ليلة السبت الأحد بإذن الله تعالى. يذكر أننا في موقع طقس العرب سنبقى على تواصل مباشر في نشرات وتحديثات متتالية لإطلاعكم على آخر التطورات والتنبؤات الجوية خلال العاصفة جنة. تابعونا عبر موقع طقس العرب الإلكتروني بالإضافة إلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة في موقع طقس العرب فيسبوك ويوتيوب وتويتر. كان معكم أسامة الطريفي، في أمان الله.